أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. نبدأ جولتنا الصحفية مع مقطع فيديو لصحيفة الوطن حول وصول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته يوم أمس إلى المملكة المتحدة الصديقة ليبدأ زيارة لها تلبية لدعوة تلقاها من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. يلتقي جلالة الملك المعظم خلالها مع جلالة الملك تشارلز الثالث، وتأتي زيارة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في إطار تعزيز علاقات الصداقة الراسخة ودعم مجالات التعاون الوطيدة انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على كل ما من شأنه تطوير وتنمية هذه العلاقات العريقة نحو آفاق أرحب لصالح الشعبين الصديقين. هذا وأعدت صحيفة الوطن تقريرا مصورا حول العلاقات التاريخية والصداقة الوطيدة الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. نتابع. ننتقل لصحيفة الأيام ونقرأ منها خبر لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالسيد ميلو جوكوس بايج رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود، حيث جرى استعراض مسار العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الجبل الأسود ومستويات التعاون الثنائي وبحث سبل تعزيزه على مختلف المستويات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. هذا وقد قام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود بجولة في مكتب رئيس مجلس الوزراء اطلع خلالها على إيجاز حول منظومة العمل والخطط والمشاريع التي يشرف عليها المكتب.
ونطالع من صحيفة الأيام أيضا خبر عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وناقش المجلس في جلسته المنعقدة مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة التايم شير المرافق للمرسوم رقم 33 لسنة 2023. ووافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث تم إقرار عدد من المواد كما جاءت من الحكومة ومواد أخرى بحسب توصية اللجنة المعنية، فيما تقرر تأجيل بقية مواد التغيير المذكور إلى جلسة لاحقة. نطالع من صحيفة البلاد أن رئيس الوزراء في جمهورية الجبل الأسود الصديقة قام بحضور فعالية من تنظيم صندوق العمل تمكين، وشملت معرضا استهدف توضيح تجربة مملكة البحرين في إعداد كوادر وطنية عالية التنافسية في سوق العمل وقادرة على توظيف الابتكار والإبداع في القطاعات كافة. كما تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق العمل تمكين ووزارة التعليم والعلوم والابتكار في جمهورية الجبل الأسود بهدف تبادل المعرفة حول المبادرات التي تستهدف زيادة إنتاجية القطاع الخاص باستخدام التكنولوجيا والابتكار ورفع المهارات التقنية من خلال برامج التدريب. أكد رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود في تصريح خاص لصحيفة البلاد أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والسياحة بين البحرين والجبل الأسود. كما أكد أن مملكة البحرين تعد بوابة لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الجبل الأسود بوابة إلى أوروبا الوسطى والشرقية، ما يوفر فرصا كبيرة لربط هاتين منطقتين غير التجارة والأعمال وتعزيز الروابط الاقتصادية. The opportunities are vast. There are so many things that we can do together. We think that the investment, we think that the trade, we think that the commerce, we think that the tourism between two of our nations are just at the beginning. There's a potential is absolutely enormous. As Bahrain is gateway to GCC, Montenegro is a gateway to Central and Eastern Europe. So we want to connect these two gateways. We want to increase the trade, increase the business and connectivity between the two nations. And we are absolutely sure that we can do a lot together. غطت عدسة صحيفة الأيام حفلة تدشين شركة STC مشروعين تقنيين استراتيجيين في مملكة البحرين، وهما مشروع الكابل البحري أفريقيا بير 2 ومجمع مركز البيانات، اللذان تم تطويرهما باستثمار من STC البحرين وشركة سنتر 3 التابعتين لمجموعة STC بقيمة قدرها 300 مليون دولار أمريكي. ويجسد المشروع التزام STC برؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيق هدفها المتمثل مثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. الاستثمار يؤكد التزام STC الراسخ كممكن رقمي في مملكة البحرين، وهو يتوائم ويتلائم مع رؤية المملكة 2030. مركز البيانات على مساحة 55,000 في منطقة القرين بسعة استيعابية 30 ميجاوات وقابلية توسع إلى 60 ميجاوات على مواصفات تير 3، وكذلك بما يتوافق مع هدف الرؤية الطموح لتحقيق الحياد الصفري الكربوني في 2060. الاستثمارين هذولي يشكلون بيئة أو منظومة مناسبة لاستقطاب الشركات الأجنبية مزودي المحتوى ومقدمي الخدمات السحابية، وكذلك المشغلين الدوليين الذين يستهدفون السوق البحرين وسوق المنطقة والسوق الدولي.
ونتابع معكم مشاهدينا هذا الفيديو من صحيفة أخبار الخليج، والتي رصدت لنا إطلاق غرفة تجارة وصناعة البحرين لجائزة جدارة بنسختها الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز نمو الأعمال التجارية والصناعية. ودعت الغرفة الراغبين من الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية المحلية إلى التسجيل إلكترونيا للمشاركة في التقدم للجائزة عبر موقع الغرفة الإلكتروني، وذلك حتى 31 من شهر ديسمبر المقبل. اليوم سعيدين جدا بإطلاق النسخة الثانية من جائزة جدارة. هالمرة احنا ما نسميها جائزة قد ما نسميها كلمة هب. احنا سوينا فعالية اليوم دعينا لها ثلاث أطراف مهمين جدا. الطرف الأول هم أصحاب الأعمال، الطرف الثاني هم المتقدمين أو المتنافسين على الجائزة، والطرف الثالث هم الخبراء الاستشاريين في الاستراتيجية وغيرها، وكذلك لجنة التحكيم. النسخة الثانية بتكون يعني مكملة للنسخة الأولى، بس احنا اليوم الفرق ان احنا عندنا قصص نجاح ودعيناهم بحيث انهم في الآخر يقدرون يتكلمون عن تجاربهم في المجالات اللي هم فازوا فيها. اشتركنا في جدارة 2024 وكنا في الاعتمادية والثقة، والحمد لله فزنا بهذه الجائزة بعد مثل ما نقول عمل طني وعمل امتد أكثر من 9 سنوات في الاعتمادية والثقة كفريق كشركة كخدمات مقدمة للمرضى في المختبر الحيوي. ومن صحيفة أخبار الخليج نقرأ أيضا أن التجربة الرقمية التفاعلية رحلة عبر تراث البحرين انطلقت يوم أمس من مدرسة بيان البحرين بحضور الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثر، والشيخة أسيل بنت خليفة الخليفة رئيس اللجنة التعليمية في مدرسة بيان البحرين، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي. وتنظم هيئة الثقافة هذه التجربة الرقمية بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين وبدعم علمي من متحف اللوفر، حيث تستمر حتى 23 من شهر نوفمبر 2024، حيث سيقوم الفريق المكون من ممثلي متحف البحرين الوطني ومتحف اللوفر بعدد من الجولات التثقيفية في المؤسسات التعليمية وعدد من المواقع الأثرية. تفاعل وطني متميز مع أسبوع الشجرة، عنوان مقال نشرته صحيفة البلاد للكاتب الصحفي خالد زايد. نتابع. مشهد إيجابي جميل ذلك التفاعل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي صاحب مبادرة أسبوع الشجرة لتحقيق الأمن البيئي، كما أن تحديد الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام لهذه المناسبة يعد لفتة مميزة، حيث تحرص المملكة على أن تربط خططها الوطنية في هذا المجال البيئي بالأهداف الدولية والبيئية. وهذه المبادرات الإيجابية تعكس قيمة التفاعل الوطني على مختلف المجالات وترسخ مبادئ التضامن والتعاون والشراكة المجتمعية. إن تطوير هذه المبادرة بأن تكون مشاركة مجتمعية تعمل على إضافة أفكار حديثة تخدم هذا المجال، كما أن نشر التوعية البيئية بمختلف مراحل المدارس يعزز الاهتمام بهذا الشأن، وهذا المفهوم سوف يكون له دور بارز ومهم في توسيع دائرة هذه الثقافة التي نحتاجها في المجتمع، ويمكن أن يكون هناك برنامج بيئي وطني مستمر يعمل على متابعة وتنفيذ كل ما يتعلق بتطوير هذا الشأن في المجتمع. إن مسؤولية تنفيذ هذه البرامج الوطنية وترجمتها على أرض الواقع مسؤولية مشتركة بين الجميع، وهذا ما نريد الوصول إليه من أجل أن نرسخ نهجا ثابتا وأسلوبا متميزا ونموذجا وطنيا فريدا.
رصدت عدسة صحيفة البلاد فرحة جماهير البحرين والمنتخب الوطني لكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا للبطولة العربية لمنتخبات الرجال في نسختها 23، وذلك بعد انتصاره المستحق والكبير على المنتخب القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة النهائية التي جمعت بين المنتخبين مساء يوم أمس الأحد على صالة اتحاد اللعبة بمجمع صالات عيسى بن راشد الرياضي بالرفاعة، ليحقق أحمر الطائرة اللقب العربي للمرة الثالثة في تاريخه. إنسان وأسعد بحريني اليوم. هي الحمد لله، وبهذه المناسبة أرفع إلى سيدي صاحب الجلال الملك وولي عهده وشيخ ناصر وشيخ خالد على دعمهم المتواصل لكرة الطائرة والرياضة كوجه عام. هذا لن يتحقق لولا دعم القيادة، فألف شكر لكم وبارك لكم على هذا الإنجاز. ألف مبروك للاعبين، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك لإخواني أعضاء مجلس الإدارة والجمهور اللي ساندنا اليوم. الحمد لله على كل حال، والبركة للقيادة الرشيدة، وأيضا بارك للاتحاد البحريني للكرة الطائرة، ونبارك الجمهور البحريني على هذا الإنجاز الكبير. وهذه الله يسلمك ما هو بغريب على أبطالنا ولاعبيننا، لاعبين المنتخب الطائرة عودونا دائما هما يعني المنصات يعني دائما هما موجودين عليها. وصل فريق الصقور السعودية إلى قاعدة الصخير الجوية استعدادا للمشاركة في العروض الجوية لمعرض البحرين الدولي للطيران الذي سيقام خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر نوفمبر الجاري. ويعتبر فريق الصقور السعودية من أبرز فرق الاستعراضات الجوية على مستوى العالم، وهو الفريق الرسمي للقوات الجوية الملكية السعودية. صحيفة البلاد نقلت لنا وقائع وصول الفريق إلى قاعدة الصخير الجوية استعدادا للفعالية، نتابع. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.